نروح مع حضراتكم دلوقتي سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحافه، وهنبتدي بالاهرام. الاهرام قالت انتهى الجهاز الفني للنادي الاهلي من وضع التصور الكامل لصفقات الانتقالات الصيفيه واللاعبين اللي بيرغب في اعارتهم لمنحهم فرصه المشاركه اساسيين مع فرق ثانيه، بجانب تحديد اللاعبين اللي هيتم تكليف اداره التعاقدات بتسويقهم في نهايه الموسم. قالت الاهرام كشفت مصادر خاصه ان النادي الاهلي ليس بحاجه الا للتعاقد مع 4 لاعبين فقط على اقصى تقدير. واضافت كمان الاهرام وقالت انه بالرغم من حاله الغضب من اتجاه اتحاد الكره بتاجيل مواجهه نادي الزمالك والانتاج الحربي، فان اداره النادي الاهلي لن تتحدث او تعترض، خصوصا ان المنافس في مهمه وطنيه وهو ممثل مصر الان، ولكن مسؤولين النادي الاهلي هيسجلوا موقف للحرب اللي تعرض ليها النادي الاهلي في نهايه يناير اللي فات، لدرجه ان هو لعب 9 مباريات في 26 يوم خلال شهر فبراير. وعلى الجانب الفني بيواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهه طلائع الجيش والمقرر ليها يوم الاربعاء ضمن منافسات مسابقه الدوري. عقد مارتين لاسارتي المدير الفني محاضره مع اللعيبه وحذرهم من نغمه سهوله المباراه وضعف مستوى المنافس، وقال لاسارتي خلال المحاضره انه بيخشى وبشده استمرار النغمه دي، خصوصا مع الصراع القوي والتنافسي من نادي الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري، وقال ان طلائع الجيش هيدخل المباراه واعصابه هاديه جدا واهدى بشكل كبير جدا لان مش عليه ضغوط زي اللي على النادي الاهلي، وكمان حذر من كتر الاقاويل عن الفرص الأكبر للنادي الأهلي عشان هو اللي يحسم الدوري، ومن خطورة ده على معنويات اللعيبة، وعشان كده لازم الكل يكون مركز جدا ويعتبر أن كل مباراة منفصلة بذاتها ولازم يفوزوا بيها بغض النظر عن نتائج المنافسين.